زعلان مني. بيني وبينك كده، بعد ما رجعت من القعده معاك اتضايقت من نفسي قوي، ولقيت انك كان عندك حق انك تصمم تاخد كل فلوسك مره واحده. عشان كده انا بقى صرفت المبلغ كله. ويلا بقى قابلني بكره في نفس المكان، تديني الثلاث شيكات واديك الفلوس على طول. بقول لك ايه، هي مش شيكات لسه معاك؟ اوعى تكون ضاعت منك. احسن انا اللي اجيب لك كلفشات على مقاسك. الو الو. شد حيلك امال، ده ما كانتش حته فازه جت في نافوخك. انا مش فاهم بس ايه اللي حصل. ولا حاجه، واحده احضر مع مريم تصوير خناقه زوجيه من اللي بتستخدمهم في الماجستير بتاعها. انا اول مره اشوف واحده بتعمل ماجستير في الخناقات الزوجيه في سنه اولى جواز. يلا لف. كل دي حقنه بتشبه عليها؟ مش دي بتاعت رشدي اباظه؟ ايوه بتاعت رشدي اباظه اللي اداها لابن عبد العزيز لما شربت مامات الحصان. بتاع بونو بونو. انت بتجيبتها منين دي؟ زنفل التمرج بتاع رشدي اباظه في الفيلم، ركب معايا سنه 76 في خط بين السرايات. انا بصراحه حبيت اكرمه وما رضيتش اخد منه التذكره. هو طلع اخر مجدعه وقال لي خد السرنجه دي عشان تفتكرني بيها. يا عم افتكر بعيد عنا الله يخليك. انا لا يمكن احط البتاعه دي في نهي جسمي. ليه؟ هو انت هتيجي اجدع من لبنى عبد العزيز؟ مش الاجزخانه بعتت سرنجه مع الدواء؟ ايوه بعتت سرنجه، بس انا رجعتها تاني وقلت لهم انا عندي سرنجه بغليها من سنه ونص. يلا 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 نزل بنطلون. يا عم منصور حرام عليك، كفايه اللي مريم بتعمله فيا. يا عم مريم ايه؟ انا مش فاهم بس انت مستحمل مريم ليه ازاي؟ انا عارف اللي يستحمل مريم يستحمل قد الحقنه دي يجي 10 مرات. دي بنت مجنونه يتفتلها بليل. طيبه؟ طيبه مين؟ هي طيبه دي تقعد تلف على الخناقات في البيوت وتقول لي طيبه؟ طيبه. انا بقول لك مجنونه. طيبه؟ في واحده طيبه تقعد تلف لي على الخناقات. طيب. وتقول لي طيبه؟ مجنونه. والله طيبه. بقول لك مجنونه. بقى كده؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت نطيت ازاي في الاوتوبيس وهو ماشي؟ ما انا عمال اقول لك طيبه. دخلت ازاي؟ صاحبك اداني المفاتيح، عامل فيها تعبان ومش قادر يقوم يفتح بنفسه. حرام عليك يا مريم، كل ده وتقولي عليا عامل فيها تعبان. مين بقى دي اللي مجنونه ويتفات لها بلاد؟ البنت فتكات اللي بتبيع صوبي على الناصي. والله؟ ماشي يا عم منصور، حسابك معايا بعدين. يلا يا وسيم قوم، عندنا خناقه زوجيه جديده ولازم نصورها. تاني؟ هو ايه اللي تاني؟ وانا يعني هقفل الرساله بتاعتي على خناقه واحده ولا ايه؟ انا مش فاهم بس انتوا تعبين نفسكم ليه من اللفه على البيوت وعلى خناقات الناس؟ ما تستنوا لما تتجوزوا تقعدوا تتخانقوا مع بعض وتسجلوا خناقاتكم، وهو جوحه اولى بلحم طوره. تصدق فكره برضه؟ وليكوا عليا ما تدخلش بينكوا خالص، هسيبكوا تقطعوا بعض لحد ما تخلصي رساله الماجستير بتاعتك. أنا جاي النهاردة عشان أعتذر عن الوظيفة. إزاي؟ أنت مش قلت إنك محتاج شغل؟ أيوة بس خطيبتك مش عايزاك تشتغل معايا. عرفت إزاي؟ عادي يعني عايزة، شيء متوقع. لما تعرف إنك هتشتغل مع واحدة ست لازم تغير عليك. مش عايز حضرتك تزعلي مني. أنا زعلانة عليك، أنت كده خسرت كتير. أنا أصلي كنت ناوية أعتمد عليك في كل الشغل وكبرك معايا بسرعة. مش عارف اقول لك ايه بصراحة. قول لها هي لو بتحبك بجد مش هتقف قدام طموحك ولا هتخليك تضيع فرصة زي دي. وبعدين يا اخي انت مش بتقول انها بتحبك، يبقى لازم تكون واثقة فيك. صباح الخير. صباح النور. انا مش هعطلكم، دي الميزانيه ممكن تقريها ونتكلم بعد الاجتماع. اوكي. خليك يا استاذ علي، انا ماشي بعد اذنكم. اتفضل. ايه علاء؟ صباح الخير يا بابا. صباح النور يا حبيبتي. بابا.
وليد قافل على نفسه الاوضه من ساعه ما قابل رانيا اخر مره، حتى الشغل ما بيروحوش. انا عارف ده، ولا اكل ولا شرب ولا حتى بينام. فهموا ان رانيا ما سابتوش، هي بس مأجله الجواز. ما تحاولي انت كده تنكشي وتتكلمي معاه. مش عايز يتكلم معايا، جايز يتكلم معاك انت. ما انت عارفه اخوكي كتوم طول عمره، ومش سهل ان هو يفتح قلبه. ده حتى لو غلط واتكلم معايا في موضوع يخصه ما بيكملوش. طب اقول لك ايه، ما تحاولي كده تاني وتالت تكلمي معاه، وفي نفس الوقت لازم تتكلمي مع رانيا وتحاولي تقولي لها خليكي لطيفه معاه، يمكن ده يروق حاله شويه. اكيد هكلمها، بس على الله هي كمان تسمع الكلام. هتسمع. متاكد ان احنا بالعرض ده ممكن نكسب المناقصه؟ طبعا، الكلام ده من جوه الوزاره. حلو، خلاص قدم العرض من بكره. ماشي. هو صحيح الواد اللي اسمه عيسى، عيسى صح؟ هو كان بيعمل هنا؟ جاي يقول لي انه مش هيقدر يشتغل معانا. انت عرضت عليه انه يشتغل معانا؟ قلت اجيب لك حد يساعدك. بس ما طلبتش مساعده. من غير ما تطلب، الشغل المره دي كتير، مش هتقدر عليه لوحدك. وانا فجاه صعبت عليكي كده؟ ولا انت جايباها عشان يفضل قدامك كده وتفضلي تشوفيه؟ هو انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ عشان اطوقك. كل ده عشان عايزه عيل موظف في شركتي؟ ما هو الواد ده بالذات من ساعه ما فهمك ان هو انقذ حياتك هو شاغل بالك. هو ما فهمنيش، هو انقذ حياتي فعلا. واد جدع. وبعدين انا ما سالتكش عن رايك فيه. يا ست الحق علي، انا خايف عليكي. من عيسى؟ ومن اي حد زيه، هيبقى طمعان فيك ومش هيفكر غير في الفلوس اللي هياخدها منك. انا عندي حاجات كتير قوي غير الفلوس اللي انت مش شايف غيرها، وبعدين انت بنفسك اديته فلوس وهو رفض. ما هو كان بيكمل التمثيليه بتاعته بتاعت الواد الشهم عشان يملى دماغك. انا حره في دماغي، املاها بالطريقه اللي تعجبني. ونصيحه مني بقى، ركز في شغلك وبس، وما تحاولش تشغل بالك بيا وانا بفكر في ايه، خصوصا بقى وان انت ما ينفعش تشغل دماغك غير بمراتك اللي هي اختي. داليا، انت جيت امتى؟ حالا، بس ما كنتش عارف ان انت جيت. مش هتتعشى؟ لا مش جعان. انا عارفه ايه اللي تعبك، بتفكر ازاي تبلغني مش كده؟ ابلغك بايه بالظبط؟ ان الوجع اللي في ظهري بسبب الورم اللي شلناه من سنه، وافتكرنا انه مش راجع تاني خلاص. انت مين قالك الكلام ده؟ عشان انا رحت للدكتور من وراك، ما قدرتش استنى لما تيجي تتشجع وتصارحني. سلام حبيبتي، انا عارف ان ده ابتلاء من ربنا، بس مش هسيبك تعديه لوحدك. هنعديه مع بعض زي ما عدينا اللي قبليه. على فكره انا عمري ما خفت من الموت زي دلوقتي، عشان عرفت انت بتحبني قد ايه. هتخفي ان شاء الله وهتبقي زي الفل، هتسافري وتتعالجي وهترجعي احسن من الاول ان شاء الله. بس هتجيب الفلوس دي كلها منين يا شريف؟ ما تقلقيش من الفلوس خالص، هتصرف. طب ويارا هنعمل فيها ايه؟ هنسيبها عند ماما لحد ما نرجع من السفر. خلي بالك منها والنبي يا شريف، دي ملهاش حد غيرك. حبيبتي هنخلي بالنا منها مع بعض ان شاء الله. هفكرك كده كمان 15 سنه وانتي بتجوزيها، نفرح بيها مع بعض.
تفتكر؟ إن شاء الله. قول يا عيسى، انت قلت في المحضر انك شفت البلطجيه كويس وعارف شكلهم، مش كده؟ مظبوط. طيب ما تعرفتش على اي حد منهم في الطابور بتاع المشبوهين؟ لا الحقيقه الطابور ما كانش فيه حد منهم. العربيه مواصفاتها ايه؟ كانت لونها زيتي و 4x4. طيب ما لحقتش تاخد الرقم بتاعها؟ لا الحقيقه مش فاكر. مش فاكر ازاي؟ مش انت يا ابني قلت لي ان العربيه دي كانت اتراك من اول ما مها الغزالي ركبت معاك؟ ايوه بس انا كنت مركز على وش السواق واللي جنبه، ما ركزتش في نمر العربيه خالص. طيب انت ليه ما عملتش محضر بعد الحادثه؟ ما دام مها الغزالي قالت ان هي هتبلغ. قالت انها هتبلغ، ها؟ بص يا عيسى، انت المفروض ان انت اتضربت وضربت في المشكله دي، المفروض انك بقيت طرف اساسي فيها، فالمفروض كان انت اللي تبلغ. ما كنتش فاضي، كنت بلف بالعربية. كنت بتلف بالعربية بتعمل ايه بقى؟ بتجور الشكل للناس؟ لا بلف على اكل عيش. وبصراحة ما كانش ينفع اشوف واحدة ست بتضرب واقفة اتفرج عليها. طب انت ايه رأيك بقى ان مفيش أي دليل انها انضربت؟ وممكن تكون انت وهي عاملين الفيلم ده عشان تلبسوه قضية. هو مين؟ ابن جوزها. ايه مش عارفه؟ لا معرفوش. وما بقفلمش مع حد. وقلت كل اللي شفته في محضر الاسم. ماشي عايزها. خليك جاهز بقى عشان ممكن المحكمة تستدعيك للشهادة في أي وقت. سيادتك تطلبوني بحاجة تاني؟ امضي على أقوالك. بقول لك يا عم هتسيبني شوية كده الله يخليك. ازاي ده حصل؟ ايش 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 عم شاكر؟ عمي مين بقى ده؟ انت اللي عم وستين عم، ده زي ما يكون اتعمل عشانك بالظبط. انا اسفه والله، انا كنت بجربه بس مش اكتر. لا 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 اسفه على ايه؟ المحل كله بتاعك وتحت رجليكي، بس انت اللي مش عايزه تفهمي. انا هغيره حالا. لا 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 تغيري ليه؟ الفستان حلو عليكي وعاجبني على فكره، خديه واعتبريه مني ليكي هديه ومش هخصم ثمنه من مرتبك. لا معلش انا ما تعودتش اخد هدايا من حد. ما انا عارف، انا عارف. بذمتك عينك هتطلع على الفستان ولا لا؟ على فكره يا سو ده وان بيس وانا جايبه مخصوص عشانك. لا شكرا، عن اذنك. Thank you.
مشاكل. ها؟ لا اصل انت اتاخرتي جوه فانا قلقت عليكي بصراحه. وانت غيرت الفستان ليه؟ ايه ده؟ وفي ايه الهبل ده؟ ما يصحش كده. كان نفسي تفضلي لابسه شويه بصراحه. الحرس اللي جوه الشركه وبراها دي في ايه؟ زياده امان يا شريف، زياده امان. ايوه بس ده ما حصلش الا لما مخازن نعيم اتحرقت. انت قصدك ايه؟ قصدك ان انا اللي حرقت مخازنه ولا حاجه؟ ياسر انا عارف دماغك كويس، انت حبيت ترد له ضربه الشيكات. ايه يا شريف؟ اذا كان هو نفسه ما اتهمنيش. هو ده اللي مخوفك اكتر. ما اتهمكش بحاجه معناها ان هو ناوي ياخد حقه بايده. تقوم تروح تجيب كل الحرس دول عشان يحموك منه؟ هو انت رجعت الشركه تاني عشان تحقق معايا مثلا؟ انا رجعت الشركه عشان انت كلمتني في التليفون وقلت لي انك محتاجني في الشغل وواجبي ان انا انصحك. مشكلتك مع نعيم مش هتتحل بالشكل ده. امال تتحل ازاي بقى يا استاذ يا عبقري؟ تتحل بقعده عرب بينكم انتوا الاثنين وعندي اللي يحكم بينكم. بجد والله انت بتضحك؟ عاوزني اللي اخده منه باليمين ارجعه له بالشمال؟ هو هيسدد لك قيمة الشيكات اللي عليه بالقسط، وانت تعوضه عن حريق المخازن. لا لا لا، انت غريب يا شريف، غريب. ياسر ما تنساش، انت اللي استعجلت وشعللتها. انا ما استعجلتش يا شريف، ومش ندمان، ونعيم ما يقدرش يعمل معايا أي حاجة، أنت فاهم؟ اتفضل بقى. عن إذنك. ليه حاولت تقتل شاكر عرنوس؟ انا ما حاولتش اقتل حد يا باشا. عيسى مش قاتل، هو كان بيدافع عني لما شاكر اتحرش بيا، حتى سالوه مش هيقدر ينكر. عايز اشوفه بيتهجم على خطيبتي واقف اتفرج عليه. ما حدش شافه وهو بيتهجم على خطيبتك، وبعدين وجوده معاها في المحل ده شيء طبيعي لانها شغاله معاه. طبيعي ازاي يا باشا؟ ده قافل عليا بالمفتاح. حتى دي ما حدش شافها، الناس ما شافوش غير خطيبك السبع ده وهو نازل ضرب فيه. صاحب المحل اللي جنبه هو اللي بلغنا، وهو اللي ادانا عنوانك، وهو اللي قال ان انتوا ساكنين مع بعض. يعني هو طلع في الاخر بريء وانا اللي مجرم. وهتشرفنا النهارده في الاسم لغايه ما تتعرض بكره على النيابه. لا والنيابه؟ لا يا باشا ابوس ايدك، ده مش وش نيابه، وبعدين كده هتبقى قضيه. هي لسه هتبقى؟ ما هي قضيه اصلا. يا سول محمد. تمام يا باشا. خدوا على التخشيبه يلا. لا يا باشا والله العظيم كان بيدافع. يلا خدوا على التخشيبه. عيسى عيسى روحي انت. لا مش هروح طبعا، واسيبك لوحدك، انا السبب في كل ده. يا ريتني سمعت كلامك وما اشتغلتش عنده. قلت لك روحي انت بدل ما تعيط عليه. شوفي له محامي كويس يلحقوا الصبح يروح معاه النيابه. لا والله عيسى ما تقلقش. حضرتك عرفت ازاي ان انا هنا؟ والدك اتصل بيا وحكى لي اللي حصل، وانا رحت المستشفى وجبت استاذ شاكر عشان يتنزل عن المحضر وتتصالحوا. انا اتنزل عن المحضر عشان خاطر عمك انت بس يا عمر. انما الفتوه بقى هتمضي على نفسك اقرار وعدم التعرض. وهو كان بيكمل التمثيليه بتاعته بتاعت الواد الشهم عشان يملى دماغك. انا حره في دماغي املاها بالطريقه اللي تعجبني. ونصيحه مني بقى، ركز في شغلك وبس، وما تحاولش تشغل بالك بيا وانا بفكر في ايه، خصوصا بقى
وان انت ما ينفعش تشغل دماغك غير بمراتك اللي هي اختي. ازيك؟ الحمد لله. جيتيش الشغل النهارده يعني؟ مش قادره، تعبانه. عادي، عموما ما كانش فيه شغل كتير قوي النهارده، يوم عادي. ايه رايك ننزل نتعشى سوا؟ مش قادر. طب ايه رايك اطلب اوردر ونتعشى هنا؟ ان شاء الله حتى اجيب لك الاكل لغايه هنا على السرير. قلت ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انا بقالي شهر كل ما اقرب منك تبعدي. داليا، ما تنساش ان انا جوزك. طمن، هي دي الحاجه الوحيده اللي انا مش هقدر انساها. كنت حاسه اني هشوفك تاني. انا جيت النهارده علشان اشكرك. على ايه؟ يقولكي كان زماني مرمي في السجن دلوقتي. انا عملت كده علشاني انا، مش علشانك انت. انا اديت شاكر فلوس علشان يتنازل عن المحضر. بصراحه يا عيسى، ما كنتش هستحمل انك تتسجن. شكر على مشاعرك دي. ولو اني يعني عارفه ان انت متورط فيها بسبب خطيبتك، بس مش مهم، انت تهمني. يا ريت اقدر اعمل اي حاجه ارد لك بيها الجميل ده. تقدر طبعا. طب قولي لي ايه هي وانا اعملها فورا. الوظيفه اللي عرضتها عليك لسه مستنياك، ما قدرتش اجيب حد مكانك. ايوه بس. مفيش بس، انت مش قلت انك جاي تشكرني؟ يبقى خلاص، هي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تشكرني بيها. انا محتاجه لك قوي يا عيسى. في الشغل عندي حاجات كتير قوي في الشركه، ومحتاجه لحد زيك يعني في كفاءتك وامانتك. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. ما تقولش حاجه، فكر كويس، ويا ريت تقول لخطيبتك ان هي ما تقفش قدام مستقبلك. هحاول. هستناك من دلوقتي. بعد اذنك. باي باي. الجواز ده يا حبيبتي منصور، انا بتكسف. دي صدقي وتأمني بالله، لا اله الا الله. انا لو ما كنتش اعرف ان ده جواز مريم كنت قلت ان انت العروسه. يا عم منصور، مش وقته الكلام ده، المأذون واقف على السلم. ما تخليه يستنى يا اخي، الدنيا طارت. كنا جمدنا قلبنا واتجوزنا معاهم وخدنا المأذون بسعر الجمله. يا منصور، ما قلت لك بتكسف بقى. وبعدين معاك المأذون واقف بقاله كتير. اوه خش يا سيدي انت والمأذون بتاعك. ده انا معطله عن جوازتين غيرنا. اتفضل يا مولانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه يا ماما الدوشه دي؟ في ايه؟ مبروك يا مريم، المأذون اهو. عادي يعني، لو ما كانش جه كنا هنجيب حد تاني. امال العريس فين؟ هو مش هنا؟ اصلا انا هو ايه بتقولي؟ اوعى تكوني شربتيه حاجه نيمته عشان ما كتبش الكتاب. لا مش للدرجه دي، انا بس بعته مشوار شغل كده. شغل؟ شغل يوم كاتب كتاب؟ ايوه، انا بعته يصور لي خناقه زوجيه تاني. لا يا ماما لا، بس بقول لك ايه، الخناقه المره دي غير اي خناقه. تلات عيلات عمالين يتخانقوا مع بعض ومولعين في بعض بقالهم ساعتين، والخناقه ايه؟ هو انت متخلفه يا بنتي؟ حابه تبهدلي الراجل يوم كاتب كتابه؟
وانا هعمل له ايه يعني؟ هو حد قال له اتجوز يوم الخميس؟ ما هو يوم الخميس ده معروف ان هو يوم الجوازات والخناقات. يعني هي خناقه الليله دي بين اتنين عرسان زيكم كده؟ اه شفتي؟ عم منصور فهمها وهي طايره. والله حرام عليك اللي بتعملي فيه ده. انت تسكت خالص عشان انت السبب ان انا اتجوز دلوقتي. هربت منهم. هربت من مين؟ اهل العروسه في منتخب ناشئين بتاع جمهوريه شبين كره القدم. لابسين جزم فيها استرزات من اللي بتوجع دي. اه عارفها دي. انها كانت حاميه قوي قوي بس الحمد لله عرفت اصورها. بتهزر؟ توريني الصور كده؟ نعم يا اختي. هو ده كل اللي همك؟ يلا يا مولانا العريس وصل اهو. لا حول ولا قوه الا بالله. هو هيتجوز ازاي ده؟ ما هنرممه فضيلتك. بقول لك ايه؟ ها؟ ما ضربوك بس؟ على ما اذكر. متأكد؟ تهيألي اه. ليه؟ ما خدوش منك حاجه؟ عيب عليك، الورقة اهو، الموبايل هناك اهو. بنطلونك فين يا وسيم؟ وانا اقول سلهوب الهوا ده جاي منين؟ ما تخلصونا بقى يا جماعة، عندي جوازتين تاني. ثانية واحدة يا مولانا. وسيم! وسيم! اتفضل. اتجوزت مين الليله دي يعني؟ انا يا روحي؟ لا اوعى تكون زعلانه عشان العلقه اللي خدتها في الخناقه اللي فاتت. فداك يا حبيبتي، طالما ده هيساعدك في الماجستير بتاعك انا مستعد ادرب لك كل يوم. عشان كده انا بحبك. يا بقالك كتير قوي ما قلتليش بحبك. تقريبا ما قلتليش بحبك خالص. وانا كنت محوشه الكلام ده كله عشان ليله دخلتنا. بتدور على مين تاني؟ شوف الصوت الحنين الناعم ده طالع منين؟ هو في يعني حد غيري معاك؟ معلش حبيبتي سوري، بس اصلي طول عمرك من ساعة ما عرفتك وانتي صوتك عالي ودايما كل ما بتشوفي خلقتي بتزعقي لي وكده. مش انا قلت لك ان الليالي غير كل الليالي؟ اوه عندك حق. طب يلا بينا. بس انا جوزي. ما انا يا روحي لسه ما خدتش عليك عشان اغير هدومي قدامك. ماشي مش مشكله، استنى خمس دقايق. عقبالك يا حبيبتي. والله ما انا عارفه يا ماما امتى وازاي. لما تسيبي عيسى يشتغل عند مها الغزيل. اصل انت ما شفتيهاش. دي عامله زي هند رستم في الفيلم بتاع صراع في النيل. والله العظيم لما كانت بتحاول تغري عمر الشريف. طب ومين قالك بقى ان هو هيبقى زي عمر الشريف ويدلق على دماغه؟ ليه ما يبقى زي رشدي اباظه كده وما يعبرهاش؟ رشدي اباظه يا بنتي، خليه يشتغل عندها ويحوش له قرشين يتجوزك بيهم. حتى لو كانت هي حاطه عينها عليه وعايزه تخطفه هتدوس تلاقيه يتجوزك بفلوسها. صدقي ما جاتش في بالي موضوع فلوسها ده. لكن جت في بالي انا. حرام عليكي بقى، عايزه افرح بيكي واتجوزك. قصدك عايزه تخلصي مني زي ما خلصتي من مريم. ومال؟ ما انا واخده فيكم وابد من ساعه ما خلفتكم. ماشي يا ماما، بس انا برضو يعني مش هين عليا اسيبه يشتغل عندها. طب هتعملي ايه بقى ان شاء الله في شاكر عرنوس اللي جالي النهارده وراسه 1000 سيف يقدم وصاله الامانه للنيابه؟ هو مش كان خلاص اتصالح مع عيسى وخد التعويض اللي هو عايزه؟ لا، هو اتصالح مع عيسى في القضيه اللي بينهم وبين بعض. لكن احنا لسه بيهددنا بوصلات الامانه اللي علينا. انت عارفه يعني ايه قدم وصلات الامانه للنيابه؟ يعني السجن بحكم محكمه. Thank you.
وحشتني قوي يا حبيبي. افتحي يا مريم، انا شفت كل حاجه. ما تخافش، محدش هيقدر ياخدك مني. افتحي بالذوق بدل ما افتح بالعافيه. متقلقش متقلقش، انا قافله الباب بالمفتاح. ساره كنت فين؟ كنت بتمشى شويه. اه طبعا، ما انت مش جاي لك نوم علشان بتفكر فيها. هي مين دي؟ الشغلانه بتاعت الهانم. بص يا ساره، سيبك من الشغلانه دي خالص طالما هتزعلنا من بعض. طب ايه ايوه